العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. نتنياهو يقول إن الطائرة السورية التي تم إسقاطها انتهكت اتفاق نزع السلاح بالجولان. أمير قطر يستكمل زيارته لبريطانيا بلقاء رئيسة الوزراء تريزا مي. موظفو الأونروا يواصلون اعتصامهم داخل مقر وكالة غوث وتشغيل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة. وأيضا هذا يعني بعض المصريين الكبار قالوا كفين على وشها حملوها شنطتها ورحلوا وما تفوتوا مصر، أكثر من هيك ما في. بنت مريضة، قسم الشرطة البهدلة المسبات الشتائم نيموا على الأرض على المي على الصراصير بالتسعة أيام بلا أكل. وقبل ذلك حذر رئيس الأركان الإيراني محمد باقري حذر الولايات المتحدة من رد فعل قوي في حال واصلت تهديدها المصالح الإيرانية. وقال باقري إن الحكومة الأمريكية ستلقى ردا صارما لدرجة لا تصدق تستهدف مصالحها والأماكن الموجودة فيها في المنطقة والعالم. وتتبادل واشنطن وطهران التهديدات بالغاضبة منذ الأحد الماضي عندما حذر الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة من اللعب بالنار وأن النزاع مع إيران سيكون أم جميع الحروب. أعلنت الدوحة أنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة الإعداد الجوية الأكبر أمريكيا في المنطقة إلى قاعدة دائمة. كما أعلنت عن إطلاق مشروع جديد لتوسيع القاعدة يقوم على بناء ثكنات سكنية ومباني خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة بالإضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية. ويقيم في قاعدة الإعداد نحو 10,000 جندي أمريكي. أعلن زعيم حزب الجمهوريون من المعارضة اليمينية الفرنسية كريستيان جاكوب أن كتلته ستتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في إطار قضية ألكساند بانيلا المسؤول في الأمن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين. وشدد جاكوب على أن الحكومة فشلت عندما لم تستجب للطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم بعدما صادق الكنيسة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على قانون يعرف البلاد على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي. وردا على تلك التصريحات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تركيا تحولت إلى ديكتاتورية ظلامية. كما أكد في بيان أن أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه في السجون. قتل 60 شخصا على الأقل بينهم أطفال في حرائق غابات شبت في منتجع يوناني قرب العاصمة أثينا. وتعد هذه الحرائق الأكبر في اليونان منذ أن اجتاحت حرائق مدمرة شبه جزيرة بيلوبونيز في أغسطس آب عام 2007 مما أسفر عن مقتل العشرات. وشب الحريق في قرية ماتي مساء أمس ولا يزال مندلعا حتى الآن في بعض المناطق. دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى مكافحة كراهية الأجانب في البلاد على خلفية قرار اللاعب الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل اعتزال اللاعب الدولي بسبب المعاملة العنصرية التي قال إنه تعرض لها عقب خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول في مونديال موسكو. من جانب آخر قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ماهر أونال إن قرار اعتزال أوزيل في محله بسبب ما وصفها بأزمة في الصراع مع القيم العالمية التي بني الاتحاد الأوروبي على أساسها.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طائرة حربية سورية أسقطتها إسرائيل فوق هضبة الجولان اليوم انتهكت على نحو جسيم وفق تعبيره اتفاق نزع السلاح في هضبة الجولان المبرم عام 74. أما النظام السوري فقد أكد أن الطائرة استهدفت خلال مشاركتها في عمليات ضد المعارضة على الأراضي السورية. وصعدت هذه الواقعة من التوتر القائم منذ أسابيع على حدود هضبة الجولان، حيث اتخذت القوات الإسرائيلية وضع التأهب مع اقتراب قوات النظام السوري من منطقة الحدود لإحكام سيطرتها على أراض في قبضة المعارضة. ودوت صافرات الإنذار للمرة الثانية خلال يومين في هضبة الجولان المحتلة، حيث رأى شهود أثر صاروخين في السماء. وقال الجيش إنه أطلق صاروخين من طراز باتريوت لاعتراض طائرة سوخوي سورية بعد أن قطعت مسافة كيلومترين داخل مجال جوي تسيطر عليه إسرائيل رغم تحذيرها. والنزاع في سوريا بالإضافة إلى النزاع في أوكرانيا كان محور نقاش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى استقبالها في برلين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس هيئة الأركان الروسي فاليري جيراسيموف. المسؤولان الروسيان وقبيل توجههما إلى برلين قدما إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما به في القدس أمس عرضا ببقاء القوات الإيرانية في سوريا مسافة 100 كيلومتر بعيدة عن هضبة الجولان. وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل طالبت بأن تخرج إيران من سوريا أسلحتها بعيدة المدى بالإضافة إلى بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات منها. ينضم إلينا من بيروت العميد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ناجي أهلا بك. لدينا روايتان، رواية إسرائيلية تقول إن الطائرة أسقطت فوق جنوب هضبة الجولان، رواية النظام السوري بأن الطائرة أسقطت فوق بلدة صيدا عندما كانت حسب تعبير إعلام النظام بأنها كانت تضرب وتستهدف معاقل لتنظيم الدولة الإسلامية. أيهما، أي من الروايتين أقرب للتصديق والواقع؟ طبعا الرواية السورية هي التي أصدق للواقع بحكم سقوط الطائرة في المجال البري السوري، ولكن إسرائيل تعتبر أن المنطقة معزولة السلاح، يجب أن تحترم من قبل الطيران، وبالتالي عدم دخول الطيران في هذه المنطقة في أجواء هذه المنطقة. لذلك تحتسبها إسرائيل كما ورد في بيان رئيس الوزراء أنها اخترقت القرار الذي بموجبه عام 1974 حددت هذه المنطقة بمنطقة معزولة السلاح، يعني على سوريا بالنسبة لإسرائيل أن تحترم هذه المنطقة ولا تحلق في هذه الأجواء. ولكن بلدة صيدا تقع ضمن مناطق منزوعة السلاح ضمن الاتفاق 74؟ لا أدري بالضبط إذا كانت ضمن هذه المنطقة، ولكن الطائرة استيدت في الأجواء فوق هذه المنطقة، يعني إسرائيل اعتبرتها دخلت المجال الجوي الممنوع دخوله. نعم. والذي هو منطقة معزولة من السلاح، يعني هذا ما تعتبره إسرائيل خطرا عليها وضمن. نعم. الاتفاقية. طيب عميد ناجي، إسرائيل رفضت العرض الروسي بإبقاء القوات الإيرانية مسافة 100 متر عن الحدود الإسرائيلية، بالإضافة إلى أيضا طلب إسرائيلي حسب ما ذكر بإغلاق المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا وبين سوريا والعراق لمنع تهريب الأسلحة إلى سوريا. هنا أسألك عن موقف حزب الله من هذا الطلب، وكيف يمكن أن يتصرف بإعاز إيراني؟ للتصحيح هي مسافة 100 كيلومتر. عفوا. نعم كيلومتر. عفوا. عمليا 100 كيلومتر. نعم. 100 كيلومتر بالنسبة لإسرائيل، طالما أن هناك تقنيات إيرانية حديثة وأسلحة صاروخية يتجاوز مداها 280 كيلومتر، إذا ما أبقيت في سوريا فهي تطال العمق الإسرائيلي من سوريا حتى من عمق 100 كيلومتر. وهذا ما تخشاه إسرائيل أولا. ثانيا، كيف سيكون رد حزب الله
نحن أمام ما بعد قمة هلسنكي، هناك تعهد روسي بحل هذه القضية على الأرض، ولكن هناك صعوبة قوية في هذا الموضوع، لأن الروس حتى الروس بحاجة إلى الدعم البري للقوات الحليفة للجيش السوري، وهي قوات حزب الله وقوات أخرى من عصائب الحق من قوات باكستانية. هذه القوات هي من يمسك بالأرض أكثر في مناطق برية، والروس بحاجة إلى هذه القوات. طيب لذلك يعني أفهم من العرض كلامك الروسي هو بإبقاء هذه القوات. نعم، غير وارد بالنسبة لإيران. نعم. وأيضا لا تستطيع روسيا أن تضغط أكثر على إيران. هنا أسألك عن مصير هذه الصفقة، هل هذه الصفقة عرضة للانهيار؟ وهل تريد إيران في المقابل أن تدخل في صفقة غير مباشرة مع إسرائيل؟ إيران لها مصلحة بالبقاء في سوريا وتحرير هذا الخط من بغداد إلى حمص إلى الساحل السوري إلى المتوسط، لأنها عام 2013 وقعت مع الحكومة السورية الحالية تمرير خط بترول، الخط النفط، ما يعرف بالخط الفارسي. نعم. من إيران عبر بغداد إلى المتوسط، وهذا هذا من ناحية خط البترول، ولكن كذلك خط الإمداد العسكري الذي بنته وتمكنت حتى اليوم من تحرير هذا الخط عبر مناطق الميادين جنوبي دير الزور إلى البادية السورية. إن عمق 100 كيلومتر يتحكم، إذا بقيت إيران في منطقة تدمر في البادية السورية تتحكم بعقدة مواصلات لخمس محافظات سورية. نعم. إذا ما بقيت قوات إيرانية هناك فهي تتحكم في الأرض، وأعتقد أن إيران ليس من السهولة بعد كافة التضحيات التي ضحتها هناك أن تتراجع من هذا الموضوع، حتى ولو كانت على خلاف أو سينشب خلاف مع روسيا. نعم. في هذا الموضوع إيران باقية، وهذا ما يجب ما تردده دائما، وعلى هذا الأساس سوف يتصرف. شكرا جزيلا لك العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أميرة دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في مقر إقامتها في 10 داونينج ستريت وسط لندن. وأجرت ماي محادثات ثنائية مع أمير دولة قطر كما استضافته على غداء عمل. وقالت وكالة رويترز إن رئيسة الوزراء البريطانية أبلغت الشيخ تميم أنها تعتزم أن تبحث معه خلال هذه الزيارة موضوعات متنوعة تشمل الأمن والدفاع والرعاية الصحية والثقافة وتعزيز علاقات الاستثمار، كما سيبحث الطرفان أيضا نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في 2022. في هذه الأثناء نقلت صحيفة الجارديان البريطانية أن إحدى الوكالات أعلنت عن دفع مبلغ قدره 20 جنيها استرلينيا لكل شخص مقابل التظاهر ضد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمام داونينج ستريت مقر إقامة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي. وأوردت الجارديان أن أصابع الاتهام تشير إلى أن دول الحصار على قطر هي من يدفع للمتظاهرين عن طريق الاستعانة بخدمات وكالة إكسترا بيبول. لست مضطرا لقولي أو فعلي أي شيء، فقط قف للتظاهر أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن أثناء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني لتحصل على 20 جنيها استرلينيا. هذه كانت فحوى إعلانات نشرتها وكالة مختصة بمجال العروض والتمثيل تزامنا مع زيارة الأمير تميم بحسب ما كشفت صحيفة The Guardian البريطانية. هي وكالة حجوزات لعروض تجارب الأداء، لكنها هذه المرة سعت إلى جمع الحشد ليس لإنتاج سينمائي أو تلفزيوني، بل تلبية لتوجيهات من دول الحصار وفق ما أكد دبلوماسي قطري للصحيفة.
الوكالة نفسها التي ما لبثت أن تراجعت وسحبت الإعلان، قال متحدث باسمها إنه لم يكن مفهوما في البدء ما الذي كان الموكل يريده من الحدث المعني. الوكالة رفضت تحديد هوية موكلها، لكنها قالت إنها تراجعت عن إعلانها عندما أدركت أن الحدث سيشمل انخراط الحشود الإضافية في احتجاجات خارج بوابات داونينج ستريت. الفشل المركب الذي منيت به هذه الحملة المدبرة من دول الحصار لا يقف عند كشف صحيفة ذا جارديان بشأن هذه التظاهرة وحدها، بل ينسحب أيضا على تقارير منفصلة أشارت إلى تلقي مشاركين أموالا مقابل تنظيم تظاهرة معادية لقطر خارج البرلمان البريطاني، ونشر سلسلة من الإعلانات المناهضة لقطر على لوحات الترويج حول لندن. محاولة خلق انطباع كاذب بتزايد المعارضة ضد قطر هو سياسة تبنتها دول الحصار، تحديدا في بريطانيا التي تشهد حربا إعلامية شرسة ومكلفة ضد الدوحة عبر جماعات الضغط والإعلان والتسريبات الانتقائية للصحفيين. حرب بلا ضوابط تدفع فيها الكثير من الأموال، لكن حقيقة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة في هذه الزيارة تظل عصية على التزييف. ومن أمام مقر رئيسة الوزراء البريطانية وسط لندن ينضم إلينا مراسلنا كمال علواني. كمال، قبل أن أتوقف معك عندما تمخض عن هذه الزيارة، أرصد معك ردود الفعل على هذه المحاولات للتشويش على زيارة أمير دولة قطر للندن ومحاولة التشويش عليها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية مدفوعة. بالفعل هي عملية غير أخلاقية استهجنتها حتى الحكومة البريطانية، ولو بطريقة غير مباشرة كما استهجنتها الأوساط الإعلامية هنا في لندن. فهذه العملية التي بنتها جماعات الضغط لدول الحصار لتشويه الزيارة وتشويه كل ما هو قطري، وضمن تلك الحملة التي كما ذكرتم حملة إعلامية شرسة ترصد لها أموال كبيرة، لكنها فشلت في نهاية المطاف، فلم نشاهد اليوم حضورا لمتظاهرين أمام بوابة 10 داونينج ستريت إلا من لافتات كانت محمولة على شاحنات كانت بها شعارات مناوئة لقطر. العملية إذن انتهت بفشل ذريع، والزيارة تمت في أجواء مثالية، فقد ثمنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذه الزيارة، مثلما ثمن ملاحظون ضخامة الاستثمارات القطرية في بريطانيا وضرورة أن تساويها في الجهة الأخرى وتكافئها علاقات ثنائية ذات طابع استراتيجي بين البلدين. هناك اتفاقات للتعاون بين الجانبين تأتي لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية، حدثنا أكثر عنها لو سمحت. لقد وقع اليوم أمير قطر الكثير من البروتوكولات في مجال الدفاع والأمن، كما أن هناك لقاء أمير قطر يوم أمس برجالات الأعمال ورجالات السياسة هنا في لندن، على رأسهم رئيس الحي المالي اللندني وزعماء الأحزاب على الأقل جيريمي كوربن زعيم حزب العمال. كل ذلك يندرج في إطار تثمين مدى استعداد قطر لاستثمار المزيد في الاقتصاد البريطاني. والحكومة البريطانية أيضا من جهتها عبرت غير ما مر على أن قطر ستكون الشريك المثالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية الموجودة حاليا في بريطانيا حوالي 40 مليار جنيه استرليني، كما تنوي قطر وقد أبانت عن ذلك في استثمار ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني في الثلاث سنوات القادمة. كمال علواني من وسط لندن، شكرا جزيلا لك. وقبل أن نواصل عرب اليوم، نود التنويه إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق حقيقي بشأن برنامج إيران النووي. Making tremendous progress. They're all coming.
They don't want to have those tests. واصل عدد من موظفي الأونروا اعتصامهم داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين خلال مؤتمر صحفي بغزة دعمها لخطوات الموظفين، وطالبت بفتح لجنة تحقيق في حادثة إطلاق قنابل صوتية على الموظفين أثناء اعتصامهم أمس داخل مقر الأونروا في غزة. هذه مشاهد خروج مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي من مكتبه بحماية الأمن. اتحاد الموظفين يقول إن الأزمة سياسية وليست مالية في ثاني أيام الاعتصام داخل مقر الأونروا، وعقب ساعات من اتهام الموظفين حراس مدير عملية الأونروا إطلاق قنابل صوتية داخل مقر المنظمة الدولية لتفريقهم. عدد الموظفين المهددين بالأمن الوظيفي هم 1000 موظف، والموظفين الذين سيغادرون هذه المؤسسة فصلا عنفوانيا بدون سابق انذار مضوا اكثر من 15 سنة حوالي 125 موظف، وحوالي 580 موظف هم ايضا على العمل الجزئي لاخر السنة، والباقي تحت التهديد الوظيفي. اللجنة المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين طالبت بفتح تحقيق في الحادثة غير المسبوقة، واعلنت دعمها خطوات الموظفين الاحتجاجية. نعلن عن وقوفنا الكامل مع الموظفين المهددين بالفصل، وندعم اعتصامهم داخل الوكالة. نطالب الجهات الأمنية والقانونية المحلية والدولية بفتح تحقيق في جريمة إلقاء قنابل صوتية من حراس مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة اتجاه المعتصمين بالأمس. على الوكالة الابتعاد عن المؤامرة الأمريكية والتي هي بين قوسين صفقة القرن التي لن تمر ولو على أجساد شعبنا الفلسطيني. إدارة الأونروا عللت إجراءاتها الأخيرة بالأزمة المالية التي تعاني منها عقب وقف الولايات المتحدة تمويلها بنحو 300 مليون دولار، أسباب رفضها الموظفون واللاجئون على حد سواء، معتبرين أن فصل أو إعادة النظر في عقود مئات الموظفين خط أحمر لا يجب تجاوزه. يهدد موظفو الأونروا بمواصلة فعالياتهم الاحتجاجية والنقابية وصولا إلى إغلاق كامل لكافة مرافق المنظمة الدولية في قطاع غزة إن لم يتم التوصل إلى حل لهذه الأزمة المالية بعيدا عن حقوق الموظفين. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. ينضم إلينا من رام الله سامي مشعشع الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سيد سامي، أكثر من 900 موظف تم فصلهم من الوكالة، ألم يكن بإمكان الأونروا تجنب فصل هؤلاء؟ يعني خاصة أن رواتب الموظفين، هؤلاء الموظفين تحديدا، يشكلون نسبة قليلة من عجز المالي للأونروا، تقريبا 2.5 مليون دولار من أزمة تصل إلى 217 مليون دولار. نعم، يعني هو لم يتم فصلهم، ولكن هم يعملون على نظام العقود المؤقتة، والعقود انتهت ولن يتم تجديدها. هناك فرق شاسع بين هذا وبين فصل الموظف، والقضية ليست قضية المبالغ التي يتلقونها. الأزمة هي أزمة بنيوية لدى الوكالة، كما ذكر تقريركم بدأنا العام الحالي بأزمة مالية قاربت بنصف مليون دولار. استطعنا تخفيف هذا العجز عبر حملة عالمية إلى 217 مليون دولار، ولكن الأساس في هذا الموضوع أن خدمات الطوارئ، وهي لها ميزانية خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي بمجملها 100 مليون دولار بمجملها تأتي من التبرع الأمريكي، وهذا التبرع اختفى بين يوم وليلة منذ عدة أشهر، ونحن نقترض من الميزانية العادية لإدارة دفة خدماتنا الطارئة. والآن وصلنا إلى نقطة، أي مؤسسة دولية ثانية كانت قد توقف هذه الخدمات مع بداية السنة، ولكننا ارتئينا الإبقاء قدر المستطاع على هذه الخدمات. الآن أمامنا تحدي كبير، كيف نبقي على خدماتنا الأساسية الكبيرة والمهمة لخمس
مليون لاجئ و400 ألف عبر مدارسنا، نصف مليون طالب، 700 مدرسة، عياداتنا الصحية، خدماتنا الإغاثية، خدماتنا الإقراضية، والإبقاء أيضا مع نفاذ الأموال للميزانية الطوارئ، الإبقاء على مكونات أساسية لهذه الخدمات، تحديدا توزيع مواد غذائية منقذة للحياة لمليون شخص في غزة عبر ميزانية الطوارئ. هذه التحديات فرضت علينا قرارا صعبا يتطلع يعني يتطلب إنهاء أو عدم تجديد 113 عام يعني لدينا على النظام. من كلامك أن اللي تم وقفهم عن العمل كما تقول ليس فصلهم، هم موظفون بعقود وليسوا بدوام كامل أو حتى دوام جزئي. نعم. هنا سؤال آخر. نعم هناك. ما مصير الموظفين صدر. الآخرين؟ يعني هل هناك مزيد من الموظفين سيتم فصلهم بناء على يعني الأزمة المالية؟ نعم، الميزانية العادية للوكالة تذهب لدفع رواتب 30 ألف موظف، 22 ألف منهم معلم ومعلمة ينتظمون في 700 مدرسة للوكالة. هذه الأموال وهذه الرواتب ستستمر ما دام هناك وكالة وما دام هناك مجتمع دولي يدعم الوكالة. ميزانيات الطوارئ تتذبذب في الدعم، ولهذا السبب الوكالة حاولت جاهدة الإبقاء على المرتكزات الأساسية لديها، وأمام هذا التحدي الكبير ارتأينا الإبقاء على أهم المفاصل لهذه الخدمات ومع الإبقاء على خدماتنا العادية. وفي هذه الأوضاع للأسف الشديد كما في سنوات سابقة يتأثر بعض العاملين على العقود المؤقتة، نحن نأسف لذلك، نقدر هذه الخدمات، ولكن الهدف نعم. الآن منصب على بدء العام الدراسي والاستمرار بخدماتنا العادية الحيوية شكرا. للاجئين الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك السيد سامي مشعشع الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من رام الله. العرب اليوم متواصل معكم وفيه بعد الفصل. في الاتفاق اللي عنده مدة غير محددة، في البروتوكول اللي هو تقني اللي عنده لمدة 4 سنوات. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري. أهلا بكم من جديد. وقع المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالرباط بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته في 14 من الشهر الجاري، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليه من البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي. وعبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن ثقته في أن مسار المصادقة على الاتفاق سيتم بنفس الروح التوافقية والإيجابية التي شهدتها المفاوضات بين الجانبين على مدى 3 أشهر. أما رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلاوديا فيداي فقد أكدت أن الاتحاد سيبذل كل الجهود للتوصل إلى المصادقة على الاتفاق في أقرب الأجل، مشيرة إلى أن العمل الأساسي قد تم إنجازه وأن الاتفاق يضمن مكاسب للطرفين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد باشرا منذ نيسان أبريل الماضي في الرباط جولات من المفاوضات من أجل تجديد الاتفاق وسط تداعيات قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق. اليوم كان توقع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هي في الحقيقة كاين هناك 3 وثائق، كاين الاتفاق اللي عنده مدة غير محددة، كاين البروتوكول اللي هو تقني اللي عنده لمدة 4 سنوات، كاين واحد تبادل رسائل اللي هو ذا طابع سياسي ودبلوماسي اللي كيأثر هذه المفاوضات. تنفس البحارة الأوروبيون صعداء بعد أن توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى تمديد اتفاق الصيد البحري ببنود جديدة أرضت بروكسل والرباط وأغضبت جبهة البوليساريو. الاتفاق يشمل المياه الإقليمية قبالة الصحراء ويشير إلى المياه المجاورة للصحراء وضرورة توزيع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لنشاط الصيد بين سكان المنطقة، وهو انتصار دبلوماسي للمغرب. وكانت محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكمت مطلع العام بأن الاتفاق لا يشمل المياه قبالة الصحراء، ما أثار غضب الرباط آنذاك،
تعثر الوصول إلى الاتفاق الجديد لمحاولة الطرف الأوروبي ملاءمة تجديد الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوروبية. الاتفاقية الجديدة ستسمح لحوالي 130 سفينة أوروبية ترفع علم أكثر من 10 دول بالوصول إلى المياه الأطلسية للمغرب. كما سيتم رفع العائد الإجمالي للاتفاقية سترتفع في غضون الأربع سنوات المقبلة من 37 إلى 42 مليون يورو سنويا مقابل 40 مليون يورو في الاتفاقية السابقة. كما يضاف إلى ذلك المبالغ التي يدفعها مالك السفن على مدى تدريجي من 11 مليون يورو إلى أكثر من 12 مليون يورو، على أساس أن تتم زيادة كميات الصيد المرصودة من 85 ألف طن إلى 100 ألف طن سنويا من الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى 7000 طن سنويا من أسماك أعماق البحر. للمزيد عن هذا الاتفاق ينضم إلينا من الرباط أشرف طريبق، وهو رئيس مركز هيسبرس للدراسات والأعلام. أهلا وسهلا بك. ربما استمعنا للتو إلى أبرز بنود هذا الاتفاق البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولكن ما الجديد بالنسبة للاتفاق السابق، وهل تؤكدون أنه يشمل مياه الصحراء الغربية؟ نعم، هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بالحروف الأولى بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، طبعا هو يأتي بعد سلسلة مفاوضات شاقة يعني استمرت لمدة 3 أشهر، ويأتي بعد نهاية الاتفاق السابق الذي انتهى بتاريخ 14 يوليو، وأيضا يأتي بعد قرار المحكمة الأوروبية الذي تعمد الإشارة إلى ضرورة استثناء المناطق الجنوبية أو المناطق البحرية المحادية لأقاليم الصحراء. طبعا هذا الاتفاق اعترضته عراقيل سياسية، من يعني هل سيتم إدخال المياه البحرية المجاورة للصحراء، وأيضا اعترضت تفاصيل تقنية مرتبطة بالتنمية المستدامة لهذه الموارد البحرية، كمية السمك المصطادة، نسبة إشراك الصيادين المغاربة الذين سيكونون على هذه البواخر، نسبة كمية الصيد التي سيتم تنزيلها وتفريغها بموانئ الصيد المغربية إلى آخره. الكل يعتبر على أن هذا الاتفاق يعني هو إنجاز دبلوماسي هام، لأنه المغرب تمكن من ربح يعني مسألة سياسية أساسية، وهو عدم استثناء الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق. هذا يعني كان مطلبا أساسيا وخطا أحمر يعتبر المغرب أنه لا يمكن تجاوزه. تؤكد لنا تماما تماما ألا يعد هذا تناقضا؟ يعني كيف نفهم ذلك؟ وأيضا سيد أشرف، كيف نفهم ذلك؟ ألا يعد تناقض مع قرار محكمة العدل الأوروبية؟ هو ليس تناقضا، هو بالرجوع إلى قرار المحكمة الأوروبية، والذي استند على رسالة استفسار يعني من إحدى المنظمات التي تدعم الشعب الصحراوي، وأيضا من طرف دولة بريطانيا آنذاك، يعني كان يستفسر حول أحقية المغرب في استغلال الثروات المتواجدة بجنوب الصحراء. هذا الأمر ارتبط لدى الاتحاد الأوروبي بتشكيل آليات للحكامة والتتبع. الاتحاد الأوروبي لا يرى أي حرج في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتواجدة بالصحراء، شريطة أن ينتفع بها سكانها الأصليون، شريطة أن يستفيد منها سكان الأقاليم الجنوبية. وهذا ما عمل عليه المغرب بتقديمه لعدد من البرامج التنموية والاستثمارية، بتوفير آليات للحكامة والتتبع، بتوفير تمثيلية لسكان الصحراء على مستوى الاتفاقات المرتبطة بالموارد الطبيعية. أعتقد هذا كله هو ما أقنع الاتحاد الأوروبي بتجديد اتفاق الصيد البحري. لا ننسى أيضا أن هذه الاتفاقية هي رابح، لا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يستغني هذه الاتفاقية التي تستفيد منها ما يقارب 130 سفينة صيد يعني أوروبية، ما يستفيد منها يعني مئات البحارة من أزيد 10 دول أوروبية. طبيعة حال الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستغني عن هذه الاتفاقية، وبالتالي أعتقد هذه الاتفاقية هي في صالح المغرب وفي صالح الاتحاد الأوروبي. مواردها المالية المتأتية من هذا الاتفاق كلها ستنعكس على التنمية بالأقاليم الصحراوية، ولا أعتقد أن هذا سيشكل ضررا لأي طرف ما دامت أن الموارد يستغلها سكانها وستعود على المشاريع التنمويه بالمنطقه. هذا لن يشكل ضررا لا لسكان يعني اقاليم الصحراء ولا لجبهه بوليزاريو ولا لاي طرف اخر. شكرا جزيلا. من الرباط اشرف طريبق، رئيس مركز هيسبرس للدراسات والاعلام. في الوقت الذي تستعد فيه باكستان لصنع تاريخ غدا بانتخاب حكومة مدنية ثالثة على التوالي، يقول نشطاء حقوقيون ومحللون ومرشحون إن الحملة كانت الأسوأ على الإطلاق، مما يهدد انتقال البلاد المتوتر إلى الحكم الديمقراطي.
وتقول مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في باكستان إن الحملة تميزت بمحاولات صارخة عدوانية ووقحة للتلاعب بالنتيجة مع إسكات الإعلام وتخويف المرشحين. هكذا يبدأ يوم الباكستانيين مع قرب الانتخابات، صور المرشحين في كل مكان، أجواء مشحونة حد القتل. تشارك أحزاب كثيرة في هذه الانتخابات، من أبرزها حركة الإنصاف بزعامة عمران خان لاعب الكريكت السابق، ورابطة باكستان الإسلامية التي تسعى إلى الفوز بالرغم من سجن زعيمها نواز شريف. ينظر حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية إلى العملية السياسية بشكل عام بشك، وهم يشكون بين الحين والآخر من أن المؤسسة الأمنية تحاول مساعدة مرشحيها المفضلين. هذا بالتأكيد مصدر قلق كبير، وقد يؤدي ذلك إلى تساؤلات حول مصداقية العمليات الانتخابية بأكملها بعد نتائج الانتخابات. هنا يتجمع الناس في إحدى الحملات الانتخابية لحزب الشعب الباكستاني، يتعهد خلاله رئيس الحزب بلاول بوتو نجل رئيسة الوزراء المختالة بنظير بوتو بتقديم الخدمات وتحسين أحوالهم. حملات انتخابية كثيرة والوعد واحد، القضاء على الفساد وتقديم الخدمات. إن شاء الله أعدكم بالسيطرة على الفساد. سوف أثبت لك أنه يمكن أن يكون لدينا حكومة هنا لن يفلت فيها أي رئيس وزراء فاسد ولا وزير كما يحدث في الغرب. ولم تخلو الانتخابات من خروقات أمنية استهدفت التجمعات الانتخابية، ما يبرز التحديات الأمنية المستمرة في باكستان. انتخابات مصيرية وهامة بنظر الباكستانيين، قد تخرج البلاد من دوامة العنف وتنتشر البلاد من وضعه الراهن. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسلام أباد الدبلوماسي الباكستاني السابق جافد حافظ. أهلا وسهلا بك سيد جافد. يعني بداية أود أن أرصد معك قليلا نبض الشارع، هل يبدي الباكستانيون حماسة للمشاركة في هذه الانتخابات يوم غد، وهل نسبة المشاركة من بين الرهانات المطروحة؟ نعم، هناك حماس كبير للانتخابات التي تجري غدا، وستكون هناك مشاركة كبيرة. عادة المشاركة في انتخابات الباكستانية حوالي 50%، ولكن الآن يعني غدا نتوقع حضور الناس بصورة أكبر من بين 50 و55، سيكون يوم مثير جدا. تتحول الحكومة، تنتقل بصورة أمنية إلى حكومة مدنية إلى حكومة أخرى من خلال التصويت، من خلال مشاركة الشعب الباكستاني. الحملة الانتخابية هذه الأخيرة وصفت بالأكثر بحسب متابعين ناشطين حقوقيين وحتى محللين، ولكن في المقابل تخللتها العديد من الوعود من قبل قادة الأحزاب. هل يمكن أن نترقب أي تغيير في المشهد الداخلي أو الخارجي الباكستاني عقب هذه الانتخابات؟ فعلا هناك وعود كثيرة من كل الأحزاب للشعب، وشعب له طموحات، وهو يريد أولا القضاء على الفساد، والحكومة تقدم الخدمات مثل التعليم والصحة وبنية تحتية، وتقوم الحكومة على يعني مباني سيد جافد الجدارة. ونسبة الفقر في باكستان تكاد تتجاوز 50%. هو نسبة الفقر في باكستان حوالي 40%، ولكن يعني كل القادة يعد بتنمية الاقتصادية،
يقضي على الفساد والبتالة ويقوم بتنمية اقتصادية. هل الآليات موجودة يمكن أن توفر للاستجابة لهذه المطالب الشعبية؟ فعلا في المستقبل القريب لا، ولكن هناك باكستان بلد الإمكانيات، وهناك استثمار كبير من قبل الصين، هناك استثمارات كبيرة من في البنية التحتية وفي شو اسمه الكهرباء والسكك تربط باكستان مع الصين الغربية الجنوبية، وهناك إمكانية يعني باكستان هي بلد زراعي وبلد صناعي في نفس الوقت، وتحتل مكانة جغرافية حامة جدا. شكرا. هي نقطة ولها إمكانية كبيرة يعني. أعتذر على المقاطعة وأشكرك جزيل الشكر. إذن من إسلام أباد الدبلوماسي الباكستاني السابق جافد حافظ. تحولت الأزمة السياسية في تونس إلى قبة البرلمان الذي شهد صراعات بين وزير الشؤون الاجتماعية ونائب عن حزب نداء تونس الحاكم، وهو ما دفع الوزير إلى الانسحاب من الجلسة. وجددت الحادثة الجدل بشأن الأزمة الحكومية في ظل رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد حتى الآن دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي له إلى الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته. سيد النائب غادر قاعة الجلسة، احترم القانون يا أستاذ. قبة البرلمان التونسي تحولت إلى حلبة صراع بين وزير الشؤون الاجتماعية ونائب عن حزب نداء تونس الحاكم عماد دولة جبريل الذي يفترض أن يدافع عن الحكومة، احتقان دفع الوزير إلى الانسحاب من الجلسة العامة في سابقة لم يشهدها البرلمان، مما يؤشر على تحول الأزمة السياسية إلى المؤسسة التشريعية. تفاقم الأزمة السياسية دفع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى دعوة الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس إلى اجتماع استثنائي لتوحيد موقفها من حكومة الشاهد، تمهيدا للاحتكام إلى الوسائل الدستورية لإسقاطها بعد رفض الشاهد الاستقالة. إذا كان ما ثماش حزام سياسي حول الحكومة اتجه رئيس الجمهورية نحو أما استقالة الحكومة أو ذهاب إلى المجلس لكسب ثقة. اجتماع قرطاج ليس إلا حلقة من مساعي إسقاط حكومة الشاهد، لكن المؤكد هنا بحسب مراقبين أن أيام يوسف الشاهد في قصر الحكومة بالقصبة باتت معدودة. الرجل قد يواجه مصير سلفه السابق الحبيب السيد. من الواضح أن الشاهد الآن يرفض أن يستقيل، إلى حد الآن من الواضح أن هناك ربما التوجه نحو تقديم لائحة لوم من النواب يطالبون فيها تغيير الشاهد وفي نفس الوقت عرض اسم أو اقتراح اسم رئيس الحكومة القادم، وفي الأثناء لربما سيذهب في أقصى الحالات رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 أي يطلب هو منح التصويت منح الثقة على الشاهد في البرلمان ويطالب بتعويضه في البرلمان. أزمة الحكم بتونس في ظاهرها اختلاف حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي باطنها صراع أجنحة في دوائر صنع القرار استعدادا للانتخابات الرئاسية العام المقبل. ألقت الأزمة السياسية في تونس بظلالها على عمل مؤسسات الدولة، أزمة تنذر بتفاقمها في قادم الأيام في حال عدم التوافق حول حلول لإسقاط الحكومة ورفض رئيسها يوسف الشاهد دعوات الاستقالة من منصبه. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس نور الدين العلوي الكاتب والأكاديمي. سيد نور الدين، لنبدأ من حادثة البرلمان، هل يحق للنائب أن يطرح أسئلة ليست مدرجة في جدول أعمال الجلسة، وهل يحق في المقابل للوزير أن يغادر الجلسة؟
هذه بعض مشاهد الديمقراطية الوليدة في تونس، حيث أن الجميع يتجاوز حدوده ببعض السنتيمترات تقريبا، ويحدث أن يتفق الطرفان المتحاوران التنفيذي والتشريعي على جملة من الأسئلة، ولكن الأسئلة باستمرار تتوالد من بعضها البعض، فليست جريمة أن يتجاوز النائب بسؤال أو أن يطرح ما لم يكن مبرمجا. ونعتقد أنه من طول ثبال الحكومة أو السلطة التنفيذية أن يتسع صدرها لمثل هذه الأسئلة. في الأخير هي أسئلة وليست يعني أنت ترى أن ما جرى في الجلسة ليست له أبعاد أو خلفية على خلفية جاءت على خلفية أزمة الحكومة؟ لا، موجودة الخلفية، ويمكن أن يكون النائب بصدد البحث عن دفع الحكومة إلى نوع من الخطأ السياسي، كان ينسحب الوزير ولا يتحمل مسؤوليته أمام المجلس التشريعي. هذه بعض أيضا من يعني نعتبرها جزء من الصراع داخل الديمقراطية الناشئة. يعني هناك فعلا أزمة يحاول البعض نقلها إلى داخل السلطة التشريعية بعد أن نقلت إلى داخل السلطة التنفيذية. الأزمة موجودة خارج السلطة. طيب سيد نور الدين، اجتماع قرطاج أزمة سياسية أريد أن أسألك عن اجتماع قرطاج الذي دعا إليه الرئيس السبسي، هل يعجل من رحيل الشاهد أم أن هناك حسابات أخرى، حسابات حركة النهضة التي تحاول ربما تنظيم نفسها قبل موعد الانتخابات، هل تحول دون رحيله؟ محاولة ترميم كتلة حزب النداء داخل المجلس مثل محاولة ترميم الحزب بصفة عامة ليست عملية سهلة، ولا أعتقد أن الرئيس يجد طريقة ممهدة. لو كانت الطريقة ممهدة ما احتاج هذا الاجتماع. الحسابات الآن بدأت تختلف، والجميع مركز على انتخابات 2019، والتحالفات بدأت تتغير، وفضلا على هذا توجد كتلة نيابية هي كتلة حزب النهضة ترفع شعار الاستقرار السياسي وتعمل على الاستقرار السياسي، ولا ترى سببا وجيها لإقالة حكومة الشاه، ولا ترى سببا وجيها لإقالة حكومة الشاه في مثل هذه الظرفية. عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، نور الدين العلوي الكاتب والأكاديمي من تونس. أبقى المصرف المركزي التركي معدلات الفائدة دون تغيير، متحديا الضغوط الممارسة لزيادتها من أجل كبح التضخم المرتفع، وهو ما أدى إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة. وكان ينظر إلى الإعلان المرتقب من المصرف المركزي التركي وما إذا كان سيرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة التي تسجل تدهورا، على أنه اختبار حاسم لمصداقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد شهر على فوزه بولاية رئاسية، مما أثار قلق المستثمرين. اضطراب جديد تسجله الليرة التركية في انخفاضها أمام الدولار. البنك المركزي يخالف التوقعات ويتمسك بسعر الفائدة الذي رفعه قبيل الانتخابات إلى ما يزيد عن 17%، في حين أن المصارف التركية كانت تتوقع رفع سعر الفائدة لتدفع برؤوس الأموال إلى الادخار وزيادة الطلب في السوق على الليرة. ويأتي هذا تزامنا مع قرار وكالة فيتش التي خفضت تصنيف 24 مصرفا تركيا. لكن مؤسس النظام الرئاسي الجديد الرئيس أردوغان لا يزال يطمئن الاستثمار الأجنبي بأمان واستقرار العمل في سوق بلاده. أدعو المستثمرين الأجانب والمستثمرين في الداخل التركي إلى الثقة بمستقبل تركيا. هذا البلد لم يخيب ظن من اعتمد ووثق به. اليوم من يستثمر في تركيا غدا سيكون الأكثر ربحا. لكن التطمينات لم تبدد المخاوف، فواصلت الليرة هبوطها مقابل الدولار، فيما بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 14 عاما. في المقابل ينتظر الشارع التركي
نقلة اقتصادية سريعة من النظام الجديد تضمن العمل على نمو واستقرار السوق الداخلية للبلاد، وهذا ما أكده وزير المالية التركي الجديد صهر الرئيس أردوغان. قد لا يهتم المواطن التركي بتقلبات أسعار صرف الليرة التركية بقدر ما يهمه انخفاض نسبة التضخم المالي في أسعار المستهلك التي تجاوزت مؤخرا 20%، وهذا ما قد يشكل تحديا جديا أمام السياسة المالية والاقتصادية للنظام الجديد. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول. من اسطنبول ينضم إلينا راسم فاروق أغلو الباحث الاقتصادي. سيد راسم، السؤال المطروح: لماذا أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة رغم أنه كان الخيار الأرجح؟ نعم، قرارات البنك المركزي هي ضمن سياسة عامة للدولة التركية وهي ليست وليدة اللحظة. القرارات هي باتجاه تخفيض الفائدة في البنوك من أجل تحريك الأسواق وإنعاش الاقتصاد التركي، ولكن من الجانب الآخر هناك ضغوط دولية من أجل رفع الفائدة من أجل المحافظة على السيولة السائلة الساخنة التي تنقذ الاقتصادات النامية في الدول النامية مثل تركيا. أما بالنسبة لموضوع الفائدة عودا لها، فهذه السياسة قامت بها بريطانيا أيام مارغريت تاتشر، أعلنت الحرب على الفائدة، وكان الهدف هو أن لا يضع الناس أموالهم في البنوك، وإنما أن تخرج هذه الأموال إلى الأسواق، وأن يتمكن القطاع التجاري من الاقتراض من البنوك، فيحدث انتعاش بشقين. فهي سياسة من ضمن سياسة عامة للدولة، لكن في مشكلة تتعلق واقع الحال طبعا أنها تؤثر بشكل سلبي. نعم، كما ذكرت يمكن أن يكون لها تداعيات إيجابية، ولكن ماذا بالنسبة لقلق المستثمرين؟ كيف للرئيس أردوغان أن يطمئن المستثمرين في تركيا حتى يستطيع الرئيس أن يطمئن المستثمرين؟ هو يحاول دائما إرسال مجموعة من الرسائل الإيجابية باتجاه الاستثمار في تركيا، وهناك واقع أن الاقتصاد التركي هو اقتصاد قائم على 4 أعمدة أساسية، تبدأ بالصناعة ثم تليها الزراعة، يليها طبعا الرسوم والضرائب والجمارك الحكومية، وأخيرا تأتي السياحة. إذا جئنا من الأسفل من السياحة، نرى أن عام 2018 التوقعات بدخول أكثر من 40 مليون سائح إلى تركيا، وهو سيكون مثل رقم عالمي جديد لتركيا بارتفاع نسبة السواح. بالنسبة لموضوع الصناعة، فهناك زيادة ملحوظة في الصادرات، ولكن للأسف يقابلها زيادة في الواردات، لأن تركيا ما زال عندها ضعف في صناعة المواد الأولية، وهناك سياسات حكومية باتجاه دعم هذه الصناعات، ولكنها تحتاج مجموعة من الوقت. أعتقد أن رسائل الرئيس وحدها سيأتي معها الخطة الحكومية التي سيتم الإعلان عنها، من أجل إنعاش القطاع الاقتصادي، تحفيز الاستثمار، وثالثا تخفيض الفائدة. بالإضافة إلى تخفيض الفائدة، تخفيض التضخم. حاليا التضخم في تركيا وصل إلى 15%. الهدف الحكومي هو إنزاله إلى رقم 1، بمعنى أن يكون أقل من 10%. الإشكالية الأساسية التي تواجه المستثمر هذا الأجنبي سيستغرق وقتا، يعني إذا كان في هناك مشكلة بموضوع زيادة الواردات وهذا سيأخذ وقتا لتخفيض أو تقليص نسبة الواردات، يجب أن يكون هناك للخطة الحكومية بدائل. الخطة البدائل الموجودة هي دائما تعتمد على السيولة الساخنة. هناك واقع موجود أن في بورصة تركيا يوجد أكثر من 60% من رؤوس الأموال الموجودة في البورصة التركية هي لشركات أجنبية. لذلك نرى عندما يصدر بعض القرارات الحكومية، نجد أنه في المساء تبدأ الليرة في الانخفاض، لأنه يكون في الصباح في أمريكا وفي عديد من البورصات العالمية يحدث حركة من البيع للأسهم التركية وتحويل أموال هذه الأسهم إلى الدولار. هذه نقطة مهمة جدا، هذا واقع موجود، ولكن هذه التركية على رؤوس أموال أجنبية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات، السيد راسم فاروق أغلو الباحث الاقتصادي من اسطنبول. إلى لبنان الآن، حيث عقدت عائلة اللبنانية منى المذبوح المشجونة في مصر مؤتمرا صحفيا في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ناشدت فيه السلطات المصرية العدولة عن حكم السجن الصادر بحق منى، وتقدمت باعتذار رسمي للشعب المصري عما صدر عنها.
وحضر المؤتمر ناشطون في المجال الحقوقي وتغيب عنه ممثلون عن وزارة الخارجية اللبنانية والسفارة المصرية في بيروت. هذه يعني بعض المصريين الكبار قالوا كفين على وشها وحملوها شنطتها ورحلوا وما تفوتوها مصر، اكثر من هيك من فيه. بنت مريضه، قسم الشرطه البهدله المسبات الشتائم، نيموها على الارض على المي على الصراصير بتسعة ايام بالاكل، منيمينها بسجن القناطر على تخت اقل من مفرد، هي وحده ناصحه طول الليل بتقع على الارض على 4 سنتي على جنبها، عم تموت البنت ليل نهار بكي اكل مش عم تاكل، وهلا عم تفكر تنتحر تضرب راسها بالحيط تقتل حالها. هذه اذا صرنا شيء هونيك شو بصير؟ للمزيد انضموا الينا ايضا من بيروت علي المذبوح، والد منى المذبوح هو يبقى معنا. اهلا وسهلا بك. عم بتقول انه البنت عم بتموت وظروفها صعبه، من وين اجتكم هيدي المعلومات سيد علي؟ اول شيء مساء الخير انت والقناه العربي بجميع أركانا. أهلا وسهلا. أما دينا مصاري، نحن ناس قالوا نحن ناس فقراء على قد الحال. أنا إنسان عمري 72 سنة مش عم بشتغل إلي سنة ونص. وبنت بتشتغل ما حدا بياخد منها شيء، بتشتغل اشتغلت بمطاعم، اشتغلت بالفينيسيا أوتيل فينيسيا، اشتغلت بالسوق الحرة، بتصمد قرشين وعندها حالة عصبية وحالة مرضية ما بتحب ينغلق عليها ابواب كذا بتمشي حتى يعني. خلينا سيد علي لانه ما معنا كثير وقت، خلينا نركز على المعلومات القضائيه وشو عندكم، لانه ما معنا كثير وقت. بدي اجرب اوصل معك لنتيجه. اولا عم بتقول انه عندها نقص ذهني، هل عندكم شهاده طبيه بهالشيء؟ اكيد. طيب وصارت بالقضاء المصري وعلى تلفزيونات العالم كلها. في حدا عم بزورها؟ انا صرت طالع ب 23 تلفزيون غير الصحف. هل في احد بزورها بمصر؟ اما دينت مصاري حق التيكت وحق يا اختي خليني كفي. طيب انا اعمل لك انه امها بمصر حاليا، اليوم كانت عم تزورها. طيب الو. نعم عم بسمعك. امها كانت عم تزورها اليوم، كان في عندها زياره. اليوم كانت عم تزورها. ايه طيب دينا مصاري لحتى بعتناها وعملنا لها تيكت ومسمور. طيب المحامي اللي يتابع قضية منى، هل هو محامي لبناني أم محامي مصري؟ لا محامي مصري، ويعني مع احترامي له ما عم يعطوه صلاحية إلا هدول التقريرين الطبيين وصورة المجلة وقت اللي عملت العملية، ولمينا لها مصاري لحتى عملنا لها عملية، واللي تبرع بالعملية السيدة بهية الحريري طول الله يطول بعمرها. هي وقت اللي عملت العملية 20,000 دولار كلفت. هيدي صورة المجلة من 2006، هيدي صورة المجلة والتقريرين هودي اللي عم يبرزون، ما في حجج قانونية ولا في شيء. بنت أجرى يعني ما بعرف، بنت عم تموت. يا ريت تفتحي لي مجال اقدر احكي. طيب احكي. انا يعني ما بدي اطلع اعمل سكوب اتصور وخلص انتهينا. يعني انا بدي بنتي تطلع من السجن. بنتي تعبانه مريضه، بنت ما انا سويه، ما انا عاقله، ولا على المريض حرج ولا على المجنون حرج. بنت يعني هشه ما لها صفه اجتماعيه ولا لها صفه عامه ولا لها شيء. لو بنت اي مسؤول ما توقفت 24 ساعه، لو فنانه مع احترامي للفنانين ما توقفت ساعه. هيدي بنت بسيطة، أنا إنسان بسيط لدرجة أنا إنسان فقير، أنا إنسان شاهد ما شافش حاجة، أنا ما بفهم شيء لا بالسياسة ولا شيء، فوتوني بالسياسة، فوتوني بالدبلوماسية، بالسفارات، بالكل، أنا ما بعرف هذا القصص. بتشكر. قدمت حجج قرآنية وحجج من الإنجيل. ألو سيد علي أنا بشكرك وبعتذر أنه لازم تخلص المقابلة هون لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم كل التوفيق إذن من بيروت. العرب اليوم انتهى، ننتقل الآن إلى برنامج